بعد زوز أسابيع على رأس مكرم مهدية، نجم نقولوا المهدية حاضرة؟ إن شاء الله متفائلين خير بقدرة ربي، معناتها حاضرين ونبهت فيه الملاعبية دائما نول الأسبوع. تعرف الوقت سيفريلي الوقت ماهوش برشا، ما نجم نقول حاضرين بنسبة 80% مع الفولونتي اللي باش تشوفوها نتاع الأولاد. إن شاء الله بداية موسم وإن شاء الله تكون موفقة. المكارم توا عنده عامين وثلاثة يوصل لعينه ما يشربش، إن شاء الله سنا مدرب كفء وهي إن شاء الله متلمد علينا، إن شاء الله انتصار ونبداو مسيرة للطلوع إن شاء الله. إن شاء الله سنا نحترموا مكارم مهدية اللي هو فريق يعني ممتاز ولعب بآخر موسم من أجل الصعود. بقينا احنا ذول فريقنا حاضر وباش نحاولوا يعني نرجعوا للنخبة يعني محاضرين مليح، وإن شاء الله بحول الله نكونوا في المستوى إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي معناتها البدايه نتاع صفيان المقعدي تكون من المكارم المهديه، وان شاء الله يا ربي يكون عند حسن ظن الجميع. شفت الاولاد شفت الاولاد؟ والله ما شاء الله عليهم حاضرين فيزيكمون تكتيكمون في بالي فرق واضح، كيب تهاجم وكيب تدافع، ان شاء الله يوصلوا هيك ان شاء الله. كيفاش شفت اداء مكارم مهدية في الشوط الاول؟ المكارم في الشوط الاول تم فرق بين فريق جرجيز وفريق المكارم، المكارم بدات تحضيرات مخر وهذا معقول باش تكون الاداء نتاعها اقل ياسر من الاداء نتاع، مع العلم انا والله نعتقد تبقى بعض خطوط ناقصين، ان شاء الله نركزوا عليهم ونعاونوهم ونمر رفيق بهم في الدفاع وفي وسط الملعب، والله دخلت المكارم في اقرب وقت. بقيت المنافسين هذه السنة جرجيز السنة تلعب كيما البرة كيما الداخل،
ولا بريف هان اليوم اكدنا معناها نتيجه واداء وكل شيء ان شاء الله مش انذار هذا البقيه هذه معناها وجهه جرتيس حقيقي ان شاء الله سنين هذا ما زلت مقابله بدايه موسم ورقه حمراء من دقيقه الاولى اكيد كونها باش تبعثر معناتها اوراق مكارم هذه معناتها النتيجه ما تعكسش مستوى مكارم هذه يظهر لي نسبه الجاهزيه نتاعنا كانت عاليه كنا افضل حسب اعتقادي من المنافس نتاعنا خاصه من النواحي البدنيه اليوم وفقنا ربي معناتها التجسيم كان موجود لعبنا برشا واقعيه الحمد لله معناتها النتيجه تعتبر طيبه في بدايه موسم تصوروا باش تنتصروا بالنتيجه هذه والله بالامكانيات اللي عندنا وبالزاد البشري اللي موجود تو كنا نتصوروا هكا خاطرنا بدينا تحضيرات بكري بكري وتعبنا برشا والاطار الفني تعب معانا والاطار الاداري زاد ما قصرش فيها حتى حاجه والحمد لله يا ربي فريق ترجي جرجيس جاهز بالجميع ما باش نبداو واضحين انا بعد 25 يوم من العمل وممكن السيناريو اللي لعب ضدنا 100% هو اقصاء اللاعب المحوري بعد اقصاء في الدقيقه الاولى ياثر كومي ما وصلناش حتى الدقيقه معناتها عبارة عن هبطنا معناتها نزلنا المقابله واحنا معناتها ناقصين ملاعبي وكان ملاعبي معناتها محوري ممكن كان 8 اقصاء في مكان اخر كان خير ولا ضيعوا الكونسنتراسيون تاعهم شفت قبلنا البونت الاول والثاني هذيك هي الكره صحيحه النتيجه ثقيله برشا مش شويه فهمت وزيد فاول جوله في البطوله ان شاء الله معناها نتجاوزها هذه ونخدم الارواح ان شاء الله ما تاثرش علينا